إنا لله وإنا إليه راجعون. الأسرة الإعلامية الوهرانية هي الأخرى عبرت عن تأثرها الشديد بوفاة الإعلامي الرياضي حمزة بركاوي. نحن اليوم حزينون لأن الأسرة الإعلامية الرياضية فقدت أحد الإعلاميين البارزين في الساحة الرياضية وهو المرحوم حمزة بركاوي، وعلى هذا نوجه كل التعازينا الخالصة لأسرة الفقيد وندعو من الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يجعله من أهل الجنة إن شاء الله. اليوم تلقينا فاجعة كبيرة وهي وفاة الأخ والزميل والصديق حمزة بركاوي الذي كان قمة في وقام في الإعلام بهذه المناسبة الأليمة. نعزي أنفسنا أولا ثم نعزي العائلة الرياضية بصفة خاصة وأسرة الإعلام بصفة عامة، وراجين من المولى عز وجل أن يغمد الفقيد في جنته العلية. السلام عليكم. اليوم تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل حمزة بركاوي. عشنا معه برسك سنوات، سافرنا معه، خدمنا معه، عمرنا ما شفنا منه عد عيب. جاء الخبر هذا صادم. الحاجة اللي قد نقول لها نعزو أنفسنا ونعزو العائلة تاعه وجميع القنوات اللي خدم فيهم كما قناة الهداف ولا قناة الشروق، نقول لها إنا لله وإنا إليه راجعون، ونعزي كاع الصحافة الجزائرية بالمصاب الجلال رحمه الله. نسأل الله له المغفرة رحمه الله وأسكنه فسيح جناله في جنة الفردوس إن شاء الله. بلغنا وفاة زميل الصحفي حمزة بركاوي صباح اليوم. حمزة بركاوي اللي قدم الكثير للصحافة الرياضية الجزائرية.